السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدنا قبل كده أنواع الدمار، وخدنا دمار المتكلم ودمار المنخفض ودمار الخافض. النهارده هنفتح تدريبات على دمار المتكلم، وعرفنا قبل كده الدمار المتكلم أنا ونحن. استخدم ضمير المتكلم أنا أو نحن مع الجمل اللي أنت بتنسبه في ماهر. لاعب ماهر، لاعب ماهر ده طبعًا ده مفرد مذكر، هقول أنا لاعب ماهر وأنا لاعبة ماهرة. فاللاعبان ماهران دي مثالنا، هنقول نحن لاعبان ماهران ونحن لاعبات ماهران. اذكر ضميرا المتكلم انا ونحن واطلب من زميلك اكتمال الجمله، سنذكر اسما لزميلك. طيب هنقول انا مهندس نشيط او انا مهندسه نشيطه، نحن مهندسون نشيطون او نحن مهندسات نشيطات. خلصنا تدريبات الكتاب، هنطلع على تدريبات الشيت. ضع كل ضمير مما ياتي في المكان المناسب. أنا مؤدب وأنا مؤدبة، نحن مؤدبان ونحن مؤدبتان، ونحن مؤدبات ونحن مؤدبون. ضع اسما مناسبا أمام كل ضمير. أنا تلميذ مجتهد وأنا لاعبة نشيطة، نحن لاعبان نشيطات ونحن مهندسون نشيطون. كده خلصنا تدريبات الكتاب وخلصنا تدريبات الشيت. السلام عليكم.